Good morning. اليوم رح نشتغل النمبر 3 بدرس الـ addition of fraction. بإنا calculate أول حصة عطيتكن إياها إذا بدنا نجمع fraction مع بعض إذا كانوا same denominator يعني نفس الشيء تحت إنا بنجمع اللي فوق النيميراتور. طب هون إذا مثل ما ملاحظين بالنمبر 3 هون مختلفين، هون عنا 3 هون عنا مثلا 6. إذا كانوا مختلفين الدينومينتور شو بنعمل بهيدي الحالة؟ بنعملهم سيم دينومينتور. طيب عنا 1 over 3 plus 1 over 6، نحن بنعرف إنه هون 3 فينا نحولها هون ل 6 لأنه 3 times 2 equal 6، نضرب ب 2 فوق وتحت، بنحط هون نجهز على طول هيك 1 times 2 equal 2، 3 times 2 equal 6 هون plus هون 1 over 6 بنخليها نفس الشيء equal 6 6 بتحطوا وحده منهم، نجمع النيميراتور على طول 2 plus 1 equal 3 over 6. طيب هون مقسومه على 4 وهون على 2، نحن بنعرف انه 2 times 2 equal 4 فهون بتضربوا ب 2 وهيدا بتخلوه نفس الشي الفراكشن. عطول بنكتب بننقل نفس الشي هون بلاس نحط هون تيري شحط 2 over 4 بنخليها 13 times 2 equal 26 2 times 2 equal 4. طيب 4 4 بتحطوا وحدة منها بتجمعوا النيميراتور بتصير شو 28. طيب هون over 3 over 15 12 over 10. طيب هون فيكن تضربوا ب 10 فوق وتحت وهون 10 بتضربوها ب 15 فوق وتحت، اوكي انه بنضرب بالعكس يعني الجار 15 بنضرب ب 10 فوق وتحت وال 10 بنضرب ب 15 فوق وتحت. وفي شغله ثانيه كمان فينا نعملها هي نحن بنعرف هون انه 15 times 2 equal 30 و 10 times 3 كمان equal 30، بحق لنا نضرب بأي عدد ولكن بده يكون فوق وتحت نفس الشيء، يعني إذا ضربنا فوق تحت ب 2 لازم نضرب فوق ب 2، نحط على طول هون على طول بنجهزهم هيك 3 times 2 هي 6، 15 times 2 هي 30، و 10 times 3 هي 30. طيب 12 times 3 12 times 3 3 times 2 6 1 3 times 1 هي 3 36 6 plus 36 equal 42 هون 30. طيب هون 9 over 7 plus 3 over 6 هون بنضرب بالعكس 7 بنضربها ب 6 فوق وتحت وال 6 هون بنضربها ب 7 فوق وتحت. عطول بنكتب هيدي الكتاب 9 times 6 equal 54 هون 7 times 6 equal 42 وهون أكيد نفس الشيء 6 times 7 نفس الشيء هي 7 times 6 كمان 42 وهون 21 3 times 7 بنحط هون 42 وحدة منهم بنجمع النيميراتور 54 plus 21 70 75 بيطلع. كمان 11 over 8 plus 11 over 5 over 4 هون ال 4 بنضرب ب 2 فوق وتحت لأنه 4 times 2 هي 8. عطول بنكتب هيدي الكتابة هون 11 over 8 بننقلها نفس الشي هون 11 times 2 هي 22 4 times